وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في الحلقه 7 من البرنامج الرمضاني اصنع نجاحك بنفسك. واليوم حنتحدث عن عاده مهمه جدا وهي القراءه. حنتحدث في هذه الحلقه ليش القراءه هي مهمه جدا، وليش هي لازم تكون عاده يوميه في حياتنا، وليش لازم نخصص احنا وقت ثابت للقراءه اليوميه، وليش اغلب الناجحين يحرصون على القراءه اليوميه ساعه واحده على الاقل. حنعرف اجابه هذه الاسئله ان شاء الله اخواني الافاضل بعد هذا الفاصل. وخلينا ذكرك عزيزي المشاهد بضروره الاشتراك في هذه القناه والاعجاب بهذا الفيديو والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد من الحلقات اللي احنا بنرفعها يوميا اخي الفاضل. وببدا بمقوله رائع الكاتب البريطاني ويليام سومرس بتكلم فيها ان تكون القراءه جزءا من حياتك هو ملاذ امن ومامن من بؤس هذه الحياه. لذلك عزيزي المشاهد انا بحثك انه انت تجعل القراءه جزء من حياتك اليوميه، لانه اخي الفاضل اذا لم تقرا فانت غير واعي بما حولك، لانه القراءه هي بتفتح الافاق وايضا تجعل من هذا العقل هو يعني مكان ومرتع للافكار الخصبه والنيره اللي بتؤدي ايضا الى سمو ورفعه ذاتك اخي الفاضل نحو الافضل ونحو ايضا تحقيق الاهداف اليوميه. عشان هيك بحكي لك اتخذ قرار اليوم بعد هذه الحلقه انه تكون القراءه جزء من حياتك ولو 10 دقائق فقط. والآن يمكن واحد بيحكي لي طب كيف أقرأ وماذا أقرأ؟ بحكي لك أخي الفاضل هناك بعض الخطوات أنا يعني حذكرها يعني بشكل سريع وبسيط، تحاول أنه أنت تستأنس بهذه الخطوات لعلها تعينك على القراءة وتجعلها عادة يومية. وخليني أبدأ معك بالخطوة الأولى عزيزي المشاهد، وهي أن تقرأ الكتب اللي أنت بتحبها التي لك شغف فيها اللي أنت ميال إلها اللي هي بتشد انتباهك. حتقول لي طب من وين أجد هذه الكتب أخي الفاضل؟ بحكي لك يعني زور المكتبات وتجول بين الكتب وشوف شو هي الكتب اللي بتميل إلها أنت أخي الفاضل. حاول دائما تختار الكتب السهلة، الكتب البسيطة، الكتب يعني اللي ما فيها صعوبة وما فيها تعقيد. طب حتقول لي طب من وين أجيب المصادر؟ بحكي لك يعني المكتبات العامة، ممكن مكتبة صغيرة، ممكن مواقع إلكترونية متخصصة، ممكن أيضا مواقع الكتب امازون، عندك جودريدز، يعني مواقع كثيرة اخي الفاضل. حاول تزور هذه المكتبات او هذه المواقع وتشوف شو الكتب اللي انت ميال الى، او حتى يعني شوف جوجل. جوجل هو اكبر مكتبة الكترونية انت ممكن تجدها، يعني تصفح جوجل وشوف الكتب اللي انت بتميل لها وحاول تبدأ منها اخي الفاضل في موضوع القراءة. اما بس الخطوة التالية فهي انه تحدد وقت للقراءة. لازم تخلي وقت يومي اخي الفاضل ثابت انه انت تقرأ فيه، يعني مثلا وقت الصباح او وقت الظهيرة او وقت ما قبل النوم. وحاول وانا بنصح انه انت تخلي وقت معين عند الصباح. ليش؟ لانه بكون عقلك غير مزدحم بالافكار اخي الفاضل وغير مضغوط وما في ستريس او تنشن يعني يراودك يعني ويراود نفسك او عقلك. ايضا الخطوة الثالثة انه انت اخي الفاضل تستثمر اوقات الفراغ، تستثمر وقت السوشيال ميديا، وقت الجيمز، وقت التسلية، ايضا وقت مواصلات، وقت وانت يعني في قيادة السيارة. حاول انه انت تسمع الكتب الالكترونية او الصوتية اللي بتكون على شكل يعني ملفات صوتية، ارفع لك كتاب او حمل كتاب واسمع هذا الكتاب وانت عند الطبيب او انت بتسوق سيارة او انت في المواصلات او انت يعني في حالة انشغال. حاول تسمع قدر الامكان اكبر قدر ممكن من الكتب الصوتية. ايضا اجعل نزهتك الخلوي اخي الفاضل فيها كتاب، يعني حاول انه انت تحمل كتاب اثناء النزهه الخلويه او اثناء الذهاب الى البحر مثلا او الحديقه. حاول دائما تحمل كتاب اخي الكريم بين يديك، لانه هناك حاله عشق بين الكتب اللي انت بتقراها وبين الاماكن الطبيعيه اللي انت يعني بتذهب اليها او بتاخذ طشه مثلا فيها. يعني هناك حالة عشق غير عادية بين الكتاب اللي انت بتقرأه في المكان الطبيعي او الخلاب اخي الفاضل، وهذا عن تجربة وانا بحكي لك اياه، وحاول انه انت تجربها. والأخير عزيزي المشاهد انه انت تشارك المعرفة اللي انت بتقرأها على شكل مقال، على شكل يعني محاضرة، على شكل دورة تدريبية، على شكل مثلا فيديوهات على قناة يوتيوب، زي ما انا بعمل الان اخي الفاضل انه انا بشارك المعرفة اللي انا بقرأها او بسمعها على شكل فيديوهات او على شكل مقالات على موقع تينمنس. حاول انه انت تشارك المعرفة قدر الامكان اللي انت بتسمعها او بتقرأها، لانه هذا شيء بحفزك بشكل ذاتي انه انت تقرأ وتطلع على المزيد من المقالات والارتكلز المكتوبة في العلوم الحديثة. وعندما سئل فولتير المفكر المعروف من سيقود الجنس البشري فأجاب الذين يعرفون كيف يقرؤون. عشان هيك أخي الفاضل من حثك أنه أنت لازم تقرأ وتعرف كيف أنه أنت تقرأ. وللأسف عندما قرأت أنه موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عندما سئل لماذا نشر الخطة العسكرية إخواني الفاضل في حال يعني نشوب حرب على إسرائيل، فأجاب أنه ما كان عنده خوف من نشرها لأن العرب لا يقرؤون. عشان هيك إحنا بدنا ننفي هذه العبارة
يا اخواني الافاضل، ونحث انفسنا على انه دائما نضل نقرا، ودائما يعني باستمرار، هي عمليه مستمره القراءه. وللأسف أنا صدمت وأصابني الذهول عندما علمت أن كل أمريكي يقرأ بما يقدر ب 220 عربي إخواني الأفاضل. هذه يعني إحصائيات، هذه مذهلة جدا، يعني للأسف هذه بتجعلنا أنه إحنا لازم اليوم في مسؤولية مجتمعية علينا، لازم أنه إحنا نقرأ ونعلم حتى أولادنا منهجية القراءة وندربهم على القراءة وهم صغار حتى يكبروا وهم قراء إخواني الأفاضل. خليني أختم معك أعزائي المشاهد بأهم الفائدة التي أنت بتجنيها نتيجة القراءة المستمرة. أول شيء أنت بتنشط العقل، ثانيا أنت بتحفز العقل على القراءة الأكثر وأنه يصبح أكثر ذكاء، ثلاثة تصبح أقدر على حل المشكلات ومواجهة الحياة وصعابها، أربعة عدم أيضا حدوث الأمراض العقلية، بالإضافة إلى القدرة على التأليف والكتابة، أيضا تنظر للأمور بزاوية إبداعية آخر فاضل نتيجة للقراءة المتراكمة والمعرفة، تصبح أقدر على مواجهة الحياة وتصبح أقدر على أنه تثق بذاتك وتطور من ذاتك، ودائما انت كلما قرأت اكثر كلما زدت معرفة وارتقاء بذاتك اخي الفاضل. عشان هيك احنا بنقول لك لازم تتعود على القراءة وتجعلها جزء من حياتك اليومية. وخليني انهي معك يعني مقولة رائعة انه بتحكي لك خير جليس في الزمان كتاب، لازم انت يكون لك يعني جليس هو يعني رائع هو الكتاب. وحاول انه انت دائما اخي الفاضل لازم كل يوم تقرأ لو 10 دقائق، هذه خطوة اولى ابدأ فيها اخي الفاضل. وخلينا نشوفك في حلقة الغد بإذن الله تعالى، وتابع برنامج اصنع نجاحك بنفسك حلقات يومية في رمضان المبارك. ربنا يتقبل منكم جميعا اخواننا الافاضل، بشوفكم بإذن الله في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.